يو سوب جايز الجايز والجايز جو سبيشلي جايز الجايز والجايز جو سبيشلي جايز اللي كنبغي ديما نشرحها وهي باينه الجايز فيها الدراري والدريات وانا تنبغي نقول لكم الجايز والجايز جو سبيشلي جايز زعما الدراري والبنات وخصوصا البنات هاي شرحناها والمره الثانيه اللي اللعيبه اللي غنبغي نوضح في هذا الفيديو هذا هو ان انا داير رياكشن تحت ماشي ريفيو حيت لما شرحت شي تراك ما بقاوش يقولوا لي علاش ما شرحتيش علاش هذاك حيت داك الشرح اللي كنشرح انا كتكون رياكشن يعني ماشي ضروري نشرح كلشي كتكون اول مره كنسمع التراك ماشي المرة الثالثة ولا الرابعة حيت ما فيهاش داك التبريج ديال نسمع ديسك فهمتيني كنت ديجا سامعو ثلاثة المرات عند اللي رياكسيون باش نبان واعر اللعيبة دي ما كايناش فوقاش كيكون خصني ضروري نشرح كلشي فاش كندير ريفيو وصافي واليوم غنديرو رياكسيون لباد فلو هيدا لا باد فلو واحد رابور اللي طنجاوي من الشمال كنحترمو بزاف مروبا اللي تيعجبوني فهمتي بيرسوناليتي ديالو مزوينة فهمتيني الدراري اللي نقيين فهمتيني عندهم مع الصداعات وكدا فهمتيني ولكن كيما كنسمع اللي تيجبدو راه تيدقدقو هادشي اللي كنعرف انا فهمتي شي اللي سمعت انا يعني فهمتيني ما سمعوش يعني ما عندوش مصدر يخلي ضربكم سو جايز هيدا لا ديك طلعت 8 في الطوندونس ام سو سوري غنحط رياكسيون مع الطلا حيت كانوا عندي بلانات دابا عاد ساليت وصافي هادشي اللي كاين ما نطولش لكم بزاف تمسكوا التراك لعيبه زوينه عجبتني فهمتيني ما مساليش الكلاشات يعني واخا كلاشي سير دار لك شي بلان فهمتي راه ما مساليش باش نجاوبو كل ولا فهمتيني راه عندي مع الكلاشات وما كنتسوقش لك حومه القرقوبي قاقا لي وارا فهمتي شحال من رابور كتلقى تيغني على الدولار هو الدرهم ما عندوش لعيبه زوينه عجبتني بزاف هربتني يعني فهمتيني يعني كتقول غتصوفي امك ما صوفيتيهاش كتصوفي البزناس كتمشي كتعطي باش تقدى طريفه وتقدى شراب ولا ماضيه هاد اللعيبه باينه لمن ما كنبغيش نزبد الفتنه غير بانت ليا فهمتي بحال دقان على حليوه حيت حليوه ولا تيقول انا ري ناري ويلي ويلي فهمتيني يعني شي جوج تراكات قال هاد لي باغول هادو اللي كان غير ما كنعتبرهمش باغول بحال توب لاين المهم هيدا لا واحد العيبه هيدا لا هي بحال كتقول هكذا لا حيت هاد العيبه دي بالشماليه كتقال في الشمال هيدا هي هكذا شكون لك ليه باب رانج روفر عارف واحد اللي طاح لي في بالي كليبي برانج روفر هو ديزيدروس في كازافونيا ولكن شي حاجه اخرى ماشي قديمه بزاف مات ولكن عطي الدقان حلو فهمتي داك الدقان زوينه صاحبي كلاشات حليلوي ناضي انت بحال نقول لك بير دي ممكن كيطلعوا مع الواحد الرفران في واحد الفلو زوين ناضي الله يلا برافو خدمه ناضي يا صاحبي الله يلا عجبني بزاف التراك اللي
وسطيني في هذا البروجي بزاف هو لانستريم. لانستريم لعب بواحد الطريقه واعره ايش الفرق؟ معلم تراك ناضي بزاف. سو جايز ما تكونش باشكم لا رياكسيون، عجبك لا رياكسيون لايك لايك وسبسكرايب، ما عجبتك غدير واحد بيك فاكين ديزلايك ولا ما تحط ليا شي غائط في كومونتير. و انستغرام ها هو دخلوا ديروا ليا فولو، شوفوا ستوريات الضحك النشاط والالعاب، وما نطولش لكم بزاف، كان معكم في ديسكوت تهلا.